السؤال ده يا جدعان اتسأل لي كتير قوي والله العظيم، ازاي ابو عادل بتجيب ملايين وكده؟ انا هعرفك يا اسطى ازاي تجيب ملايين بس مش 100 مليون بقى لا انا هخلي الفلوس معاك ما تقفش، اللي هو مثلا مليون 2 مليون 500 كده تمام. بس اهم حاجه ان انا حابب اشكركم يا جدعان، ان لان احنا فاضلنا 800 مشترك ونوصل ل 74000. مش ابطال، اقسم بالله ابطال، انت بطل والله. لا لا بص من الاخر كده، اي لايك انت هتدوس الفيديو بيكون لاجل ابو عادل، يعني لاجل ابو عادل كده يا اسطى. اشترك كده فعل زر الجرس، لان احنا فضلنا 800 مشترك ونوصل ل 74000 مشترك، وعايزين بقى يا جدعان يعني 11000 لايك. يا مش هكتر عليكم والله، لا مش هكتر يا اسطى. المهم يا جدعان قبل ما نبدا كده وقبل ما اشرح اي حاجه، اهم حاجه المشانات اليوميه ثم المشانات اليوميه ثم المشانات اليوميه تمام. هنبدا مع بعض دلوقتي في اول حاجه من المشانات اليوميه، التدريب اليومي. بص يا اسطى انا هقول لك على حاجه، هنا التدريب اليومي انت بيبقى ليك كام مره في اليوم؟ انت بقى ليك 4 مرات. طب ال4 مرات ازاي ابو عادل؟ ما هو بص يا اسطى انا اقول لك على حاجه، ما انت دول 3 تمام. معلش كنت بغب فاهمين، باخد نفس بس من رقبتي، ما تستغربش ما تستغربش يا اسطى. انت ليك هنا اربع كوينات يا صاحبي تمام، 3 بتلعب هنا تمام، وهناك هنا بتلعب بتاخد واحده من الفيديو تمام. يعني انت ليك في اليوم 4، في الاسبوع ليك 24، قول 25 تمام. هنيجي بقى تحسبهم في الاسبوع كامل هتاخد كام بقى فلوس بقى من الحوار ده؟ 340000 تمام، 340000 من الكوينات بس. وهنا هتلعب الاخيره 3 مرات، 3 مرات هتاخد كام بقى يا اسطى هنا على الحوار ده؟ ثانيه انت شايف، انت شايف تمام، 20000. انت كده هتاخد 20000، يعني 60000 في اليوم. 60000 في اليوم اضرب بقى 6 في 7، 6 في 6 ب 36، يعني انت يا اسطى بتخش لك في الاسبوع في حدود كده 700000 تمام. يعني قول مليون، يعني انت كده بتقفل كده مليون كل اسبوع تمام، ميشن واحده بس يا اسطى تمام، ميشن واحده. تعالوا يا جدعان بقى ايه اقولكم بقى، تعالى بقى هنا ما تحوشش البتاع وتروح تفتح لي على لاعب ملوش لازمه، لا اوعى. هنا بص يا اسطى مع بعض كده، بص احنا هنا مع بعض اهوت يا جدعان، بص 80000 بتاع حوار والله العظيم حوار. اه شوف هنكمل، انا مع كام معاك؟ انا كان معايا 100000، يلا اهو بقى معايا 340. خلص خش احنا دلوقتي يا جدعان فاهم كل حاجه، يلا اهو كمان هيبقى معايا نص مليون في ثانيه والله العظيم يا جدعان في ثانيه. بصوا يا جدعان 580000، وانا كان كنت بادئ ب 100000 تمام، اهو 500 يعني 600000 يا جدعان يعني وانا قاعد معاكم. دي اول حاجه. نخش على تاني حاجه يا قلب اخوك تمام. طبعا ابو عادل انا عايز اجيب لعيبه حلوه، عايز اجيب مش عارف ايه. بص يا اسطى وبرضه افهمكم يا جدعان في نقطه برضه هقول لكم عليها، في لعيبه لازم تتاجر فيها، هقول لك عليها في اخر الفيديو، انا قرب اخر الفيديو لازم اقول لك على لعيبه كده تبدا تتاجر فيها قلب اخوك. بس يلا تعالى بس ايه نكمل الاول وهجيب لكم اللعيبه اللي انت هتتاجر فيها، انا محددها لكم وبالترتيب. فتعالى نخش الاول يا جدعان نشوف المشاريع اليوميه. طبعا هنا يا جدعان انت بتاخد في اليوم 16 تمام، اليوم 16 في اليومين 35، لان انت برضه في فيديو هتاخد منه 2. طب ابو عادل هعمل ايه بال 35؟ بص انت عندك حلين، لو انت ما معكش لعيبه ممكن انت يا اسطى تستنى كل شهر تمام، او مش عارف هي بتتحدث كل قد ايه بصراحه تمام، بس انت ممكن تستنى كل شهر او كل ما او كل تحديث يعني من تحديث اللعيبه ده وتاخد لاعب يا اسطى اوفر 100. انت متخيل؟ انت متخيل معايا كده هتاخد لاعب اوفر 100؟ طب بص يا اسطى بكام؟ ب 240، اللي انت اصلا بتاخد في اليوم 16، يعني خلال اسبوع اسبوعين كده فاهم هتكون جايب لك لاعب اوفر 100. يعني والله العظيم يا اسطى ايزي اللعيبه هنا ايزي. طب لو انت مش عايز وشايف مثلا 240 سهل صعبه وكده وعايز فلوس بسرعه بسرعه، بص يا اسطى انت ممكن تيجي تفتح هنا ايه الباكا هنا ب 25 يا اسطى، بتاخد لاعب 80 يعني لاعب بلس 80، لاعب بلس 80 هنا انت وحظك. انا في مره طلع لي كريستيانو، بعت كريستيانو ب 2 مليون وقتها، انا متخيل فتحه بعته ب 2 مليون، طلع لي لعيبه ثانيه فاهم، كل ده بيتباع هتقدر تبيعه. دي ثاني حاجه برضه يا جدعان هتعرف تاخد منها فلوس. هنا اللاعب بكام؟ اللاعب ب 10 تمام، فايزي برضه لو انت عايز تفتح كل ما براحتك عادي تمام. دي ثاني حاجه بقى يا جدعان. تعالوا بقى يا جدعان نخش على تالت حاجه لازم اوريها لكم، وهي اللعيبه اللي انت هتبدا تتاجر فيها من النهارده، لان انت لو ما عملتش ده النهارده اسمع مني انت الدنيا هتبوظ عندك. بصوا يا جدعان انا هنا شاري 6 طلبات. طبعا شاري مين؟ شاري اللعيبه ال 92. طب ليه ابو عادل شاري لعيبه؟ وطبعا ببيع لعيبه، ابو عادل غني معاه لعيبه وبيباع. المهم ليه ابو عادل انت شاري اللعيبه دول؟ انا هقول لك ليه يا اسطى اللعيبه دي تمام. هنروح الاول ناخدهم، انا شاريهم ب 5 مليون. هنروح الاول ناخدهم يا اسطى كده تمام، ونخش هنا زي الشطار مع بعض زي الشطار. هتيجي هنا اقول لك دلوقتي بقى انت هتستعملهم في ايه.
النت عندي ايه، النت عندي بيموت والله العظيم. طب فككم من ده، لسه هفتح، لسه هاخد اللاعبين دول كمان. ف المهم هنا يا اسطى فاضل اسبوع واللعيبه ال 102 تتفتح. فايه طب هنعمل ايه يا ابو عادل لما اللعيبه دي تتفتح؟ انا هقول لك يا اسطى هتعمل ايه. انت هتيجي يا اسطى على الرئيسيه كده وتخش على عروض كي ار، تمام؟ يلا يا اسطى النت عندي صباح الفل. وهتيجي عند البوندس ليج يا اسطى، هنا نقطه القمه 50 انت ممكن تعمله، انت اصلا في التحديث عندك كل اسبوع، تمام؟ بص يا اسطى صباح الفل، ده لاعب حلو اهوت، خلصانه. تعالى يابا هنخش تاني بقى كده، خدنا 50 نقطة تمام؟ ثاني اما نكمل كمان، يا خش كمان خد، انا كان معايا 600 بقى معايا دلوقتي 700، فاضل لي 150 يا جدعان واجيب لاعب 102، مع ان في ناس اصلا عدتها، ناس اصحاب الملايين وكده اكيد طبعا عدوا دول. شوف بقى انت ليك كام نقطة في الاسبوع؟ ليك 200 نقطة، 200 نقطة من دوري واحد. الله اعلم انت بتبقى دوري واحد يا جدعان ولا دوريين؟ انا ما جربتش اعمل في كله، بس ما علينا. ليك 200 نقطة من دوري واحد، يعني حد بقى معايا 2 4 6 8، يعني ليك يا اسطى كده الناس اصحاب الملايين اللي معاهم 100 مليون والكلام ده. انت ليك كل اسبوع لاعب 102، انت متخيل؟ كل اسبوع لاعب 102. طب يا ابو عادل فين النقطة دلوقتي؟ النقطة دلوقتي بقى يا جدعان تعالوا نخش نشوفها مع بعض، ان اللعيبة ال 92 دي الناس دلوقتي بتبيعها باسعار غريبة قوي. يعني تعالوا مع بعض كده يا جدعان، الاثنين بيبدلوا بتوع الدوري الانجليزي اليوت والواد ده، بصوا يا جدعان 760 تقريبا هو ده اليوت، هو يا ثانيه هو اليوت وده صح، ثانيه ده بيلعب في ايه البوندس ليجا، تمام يبقى هو اليوت وده. المهم يا جدعان بصوا يا جدعان لعيبه 92، لعيبه 92 وفي ملايين بيبيعوها، اولوفات بيبيعوها، كل ده سعره هيغلى كمان 6 ايام، 6 ايام وسعره سعر كل دول هيغلى. بس انهي دوري بالظبط اللي هيبقى مرتفع في السعر؟ الله اعلم، لان في ناس ممكن تشتري في الدوري الانجليزي ولو لقيت ان مفيش لعيبه في الدوري الانجليزي هيخش على الايطالي هيخش، فاهم؟ هكذا. نخش مثلا على الواد ده، هنا بدا الناس بدات تشتري منه، لو خدتوا بالكم هنا الناس بدات اللعيبه ده يا جدعان تقدر لعيبه هو ده يا جدعان بيتبدل ولا ما بيتبدلش اللاعب ده؟ انا برضو عايز اتاكد بصراحه لان انا لقيت نفسي عامل له نجمه، بس ما علينا. المهم هنخش على اللاعب ده يا جدعان، ده بتاع البوندس ليجا المفروض يبقى 999، اللعيبه بدات تتسحب من السوق لو خدتوا بالكم، اللعيبه بدات شايفين 12 و4، فيعتبر في قدامكم فرصة ان انتوا تتاجروا باللعيبة دي. شايفين يا جدعان احنا هنمشي اللعيبة مع بعض، هي دي اللعيبة اللي انت دي كل اللعيبة اللي انت تقدر تقيدها وتبدلها بعملات، تمام؟ هنيجي هنا نخش نشوف كله بقى بيتباع يا جدعان، كله بقى بيتشاري قصدي. شايفين ده بدأت النسخ بتاعته تخلص، الناس بدأت تجهز من دلوقتي. وهنا برضه 800,000 800 النسخ قلت. هنا بقى يا جدعان اللعبة دي اصبروا عليها بس الست ايام دول وسعره هينزل، اللعبة دي سعرها هينزل والله العظيم. فلو انت حابب تتاجر من دلوقتي فانا بصراحة ما انصحش غير باللعبة دي. طب يا ابو عادل سعرهم 800,000 تفتكر سعره هيوصل لكام؟ بص يا اسطى انا من رأيي انا ممكن اقصى سعر اللعبة دي توصل له ممكن يكون 1,100,000 1,200,000. طب هيستفدنا ايه يا ابو عادل؟ ما انت يا اسطى لو معاك فلوس كتير واشتريت نسخ اكتر منهم تيجي وقتها تكسب في اللاعب مثلا 200,000، احسب بقى انت معاك كام نسخه، فاهم؟ هتكسب كتير والله اعلم، برضو ممكن سعرهم يوصل لل 2 مليون، فانت تبقى كسبان في الواحد ضعف. يعني لو انت شاري لاعب بمليون تكسب 2، او ماي جاد والله العظيم يا جدعان هيبقى حوار. لعبوا فريق يا جدعان، اشتريت بس ايه؟ اشتريت لاعب ب 92 البتاع ده بيلعب في دوري البوندس ليج، انا مش عارف ليه ما تبدلش بصراحه. تعالوا نخش، انا مش عارف ليه ما اتعملش يا جدعان بكوينات. ثاني هو ده اللي 999، لا اس تي اس تي، تمام احفظه معايا يا جدعان اس تي اس تي. ده انا معايا لاعب 5 مليون ما اتباعش، ازاي ده؟ ايه الحوار ده؟ 500 يا عم بيع يلا. والله يا جدعان ما اعرف اللعيبه اللي معايا اصلا، انا معايا على الله كده، اللي بكسبه بسيبه، فمين اللي بكسبه بسيبه في التشكيله؟ او مولر يا جدع سيبهم في التشكيله، مش ولا اي حاجه. انا ممكن ابيع دلوقتي يا جدعان لعيبه ويبقى معاه مليون. جمعت المليون امتى؟ من عند ربنا كده والله العظيم. المهم يا جدعان اللاعب ده 92 بيلعب في البوندس ليجا، تعالوا نخش نشوفه كده، خش نشوفه لان انا مش عارف ازاي ما تبدلش بصراحه، مش عارف ايه المشكله. فتعالوا كده نخش البوندس ليجا، هو اس تي صح؟ هو اس تي. او ماي جاد ماي جاد ابو عادل، بدل ما اشتري الاس تي اللي بيتعمل بكوينات رحت اشتريت اس تي تاني، ده الاس تي يا جدعان اللي بيتعمل هو ده، تمام؟ ركزوا معايا بوتلر ولا بوشر ده ولا مش عارف ايه. تعالوا بقى كده عندنا بقى بص ابو عادل اشترى مين؟
شريت اونيسو ولا او ماي جاد. هو انا تقريبا اتعاملت على انهم الاثنين مهاجمين، فاحنا نروح زي الشاطرين نبيع دول، لان انا شكلي هبدا اتاجر معاكم تاني. ابو عادل لو ما تغباش ما بقاش ابو عادل، اقسم بالله ما بقاش ابو. انتوا عارفين اي ايفنت اي شرح اي حاجه ابو عادل لازم يتغابى، والله العظيم انا غبي. ماشي اشتريت لاعب غير اللاعب اللي بيتقايد. ماشي يا عم ماشي. شكرا فيفا. شكرا فيفا. احنا نبيع اللعيبه ده يا جدعان ونجيب منه. تعالى 174، تعالى هنجيب لعيبه يا جدعان من الثانيه. تعالى فين اللعيبه الثانيه؟ تعالى بيتباع ما بيتباعش 158. بصوا يا جدعان معايا لعيبه سيلفر قد ايه. بص انا معايا يا جدعان قبيله، والله العظيم قبيله، لو بعتهم هعمل ملايين برضو. الواد ده سيرجو ريكو بيتباع؟ ريكو ما بيتباعش. طب الواد اللي جنبه بيتباع؟ يعني ممكن اللعبه دي نصها ممكن يتباع، والله العظيم يا جدعان. فهنا اكون شرحت لك حرفيا، واللعيبه بدا سعرها يعلى برضو. يعني ما تنساش معايا الواد موري انا كنت شايره يا جدعان ب 24 مليون. متخيلين سعره وصل لكام دلوقتي؟ ل 33 مليون. يعني انا لو بعته هكسب فيه 6 مليون. انت متخيل ان انا هكسب فيه 6 مليون لو انا بعت موري؟ في لعيبه ثانيه زي مين؟ الواد عوار انا شاريه يا جدعان ب 26 مليون، سعره وصل ل 33 مليون برضو. يعني لو بعته اكسب فيه 4 مليون، تمام؟ بس لو بعته طبعا ب 33. فيا جدعان السوق بادئ يعلى. لو انت عايز تتاجر، لو انت عايز تعمل ملايين، اعتقد كده ان انا جبت لك الفرصه المناسبه وجبت لك الشرح المناسب في الوقت المناسب، والله العظيم. عشان برضو ايه؟ عشان ما كنتش اعمل الحوار ده لوحدي وابخل عليكم وبتاع، فبلاش يعني، فاهمين؟ استنى في لاعب اتباع. يعني ابو عادل والله يعني شايفين يا جدعان، يا لهوي 700,000 كده ممكن اروح اجيب يا جدعان اللاعب الثاني وابدل وابيع واعمل وهيس والكلام ده كله. ورحت جبت بقى يا جدعان المهاجم الثاني اللي هو بيتبدل، اللي انا اتغشيت فيه والله العظيم. وتخيلوا كده انا لقيته بيلعب في انهي دوري؟ بصوا يا جدعان لقيته بيلعب في البوندسليجا 2 والله العظيم. يعني طب انتوا حاطينه ليه طيب؟ يعني هو هيصعد مثلا ولا غشيتوني والله العظيم. فيفا نصبت عليا، افتكرتها البوندسليجا الاولاني اللي هو الدوري الالماني العادي كده، لقيته تحت. حوار كبير والله العظيم. هنيجي بقى نستكمل اللحظه ان الناس كلها بدات تبدا تتاجر في اللعيبه دي. بص بقى يا اسطى كده هنيجي ندوس شراء. اتفرج يا عم، ابلع يا عم. 19 واحد عايزين يشتروه وثلاثة بس اللي بيبيعوه، وانت متخيل يا اسطى؟ فبس كده يا جدعان يعتبر اكون شرحت لكم كل حاجه والمشانات اليوميه. اهم حاجه هنخش هنا. بصوا يا جدعان ابو عادل، انا اهو انا مختم تصريح النجم، ومختم اي تصريح يجي على بالك، ومختم الايفنتات، ومع ذلك بخلص المشانات اليوميه والله العظيم، لان دي اهم حاجه لازم تعملها يا صاحبي. فاهتم بيها، وان شاء الله يا اسطى عايزك تحت كده في الكومنتات تقول لي بسبب المشانات اليوميه تشكيلتك وصلت لكام. مش هقول لك مع السلامه، لان انت كده كده هتشوفني الفيديو الجاي. وبيس اوت.